الكيك الأرجنتيني عبارة عن كوب ونص من الدقيق، نص كوب من السكر، نص كوب من الزيت، نص كوب من الحليب، 2 بيضة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعلى الوجه بنحط نص كوباية سكر، معلقة كبيرة زبدة، نص كوب كريمة، على كوب من جوز الهند. ده معناه ايه المكونات دي؟ ده معناه مكونات الكراميل، يعني احنا هنعمل كراميل في البيت او لو عندنا صوص كراميل تمام. مكونات الكراميل هيكون نص كوبايه سكر، معلقه كبيره زبده، نص كوبايه كريمه خفق، على النار لحد ما يبقى كريمه، لحد ما يبقى كراميل. الاول بنحرق السكر وبعدين بنحط الكريمه تبقى دافيه، بعدين بنحط مكعب الزبده، نقلب نقلب على نار هاديه لحد ما الكراميل يبتدي يبقى مكثف شويه. الميه اللي حطيناها في الزبده، الزبده دي فيها ميه، الكريمه فيها ميه، بتتبخر شويه شويه، فبيبقى عندنا كراميل حلو جدا وكل حاجه. وبيبان ان هو حلو امتى؟ لما يبرد، يعني بسيبه حوالي دقيقتين بس على نار متوسطه كده يغلي على الهادي لحد ما يطلع شويه الميه الزياده اللي فيه، وبعدين اركنه على جنب، فيبقى كراميل طعمه خطير وحلو قوي، والقوام بتاعه كمان بيبقى قوام مظبوط قوي. فما تحاوليش وانتي بتعملي الكراميل انك تظبطي القوام بتاع الكراميل اللي انا هوريهولك دلوقتي على النار، علشان مش هيظبط، هو كده هيبقى هيمسك في بعض. هو بيبان الاول انه خفيف، وبعد ما بيتقل بيكون بالقوام ده. اوكي اهو ده كده القوام بعد ما الكراميل هدي خالص وبرد خالص. ده معناه ان احنا سبناه او شلناه من على النار وهو خفيف شويه، حرقنا السكر وصل لدرجه لون لطيفه مش غامقه قوي، حطينا الكريمه الدافيه، ولو دافيه هتكون افضل من انها تبقى ساقعه عشان ما تعملش شوك كده ويمسكوا في بعض جامد. ندوبهم على النار وبعدين نحط مكعب الزبده، نسيب الكلام ده دقيقتين على النار بيغلي على الهادي، ونبعد كده علشان بيطرطش، وبعدين نشيله من على النار نسيبه يبرد خالص، بيبقى بالقوام ده. قوم ايه احط عليه جوز الهند، ويبقى ده الطبقه اللي هنحطها دلوقتي على الكيك اللي هنعملها دلوقتي ونحطها في الفرن. مقادير الكيك دي لذيذه لطيفه، بتبقى كيكه خفيفه شويه، ومقاديرها زي ما انتم شايفين يعني الحمد لله ايه مش كتيره. 2 بيضه، نص كوبايه زيت، كوبايه ونص سكر. يلا بينا. فهي طبقة الكيك بتبقى طبقة كيك رفيعة، تبقى كأنها حتة جاتو كده. نحط بقى كالعادة، انتوا حفظتوا صح؟ نحط البيض والسكر والزيت، وأول ما أشوف البيض أحط إيه؟ الفانيليا، عشان ما تنسيش. هطلع لك في مطبخك وأنتي ناسية كده وتقولي إيه نسيت أحط الفانيليا، وأنتي بتحطي البيض أعرفي إنك عملتي حاجة غلط لو ما حطيتيش فانيليا. على طول بحب نضرب السوائل ضربة حلوة كده، ونحط البيكنج باودر على الدقيق كده، وبعدين نحط الغطا، حط هنا جوز الهند عشان نعمل الطبقة التانية اللي فوق. يعني عندي جوز هند اهو، اعمل ايه تاني فيكو؟ يلا نحط عليها من العكس يا حبيبتي، من الناحية التانية. تعالي، قالت لا مش هينفع. انا بنزل اهو عليه كراميل عشان عايزه الطبقه دي هي الطبقه اللي هتبقى فوق الكيك اللي هنحطها دلوقتي ان شاء الله في الفرن. خلاص بس كده. نعمل ايه بقى؟ نحط ده على ده كالعاده. هنحط البيكنج باودر والدقيق هنا كده، لو عايزين تضربوه في الخلاط مفيش مشكله. حاضر، ثانية واحدة شلت ده. ننزل بقى بالسوائل على كل المواد الجافة بتاعتنا. هننزل بقى دلوقتي بخليط الكيك اللي هو هيبقى كيك رفيع، مش كيك عالي وكده، بس مهم قوي ان خلطة الكيك بتاعتك تبقى فاتحة كده تمام. وعلى الفرن هتقعد تقريبا وهي رفيعه كده حوالي 20 دقيقه او 15 دقيقه. لما تلاقيها مسكت نفسها من فوق، ودي حاجه مهمه جدا، مسكت نفسها من فوق تمام، يعني تحسيها نص سوا كده، بس مش نص سوا قوي، 3/4 سوا، هي ماسكه نفسها بس لسه فاتحه سنه، فاتحه بس مش طريه. اوكي، بقوم عامله ايه؟ ثانيه واحده نحط دي كده.
اهي بقوم جايباها ونازله عليها بالخلطه اللي قلت لكم عليها. يلا بينا، اللي هي الكراميل مع جوز الهند. ادي الصوص اللي احنا عملناه كده، وبعدين تقومي مدخلاها الفرن 5 دقايق كده تانيين، ما 7 دقايق تانيين، مش عايزاها تمسك قوي في بعضها بس عايزاها تدخل الفرن من 5 دقايق ل10 دقايق بس، عينك عليها. ونطلعها بقى من الفرن بالشكل ده كده، هتبقى شكلها كده وبتبقى تحفه. بصوا بقى، كيكه رفنطوعه حلوه عليها طبقه جميله جدا. بصوا شاربه ازاي الكيك من فوق، نصها كده شارب الخلطه، حلوه حلاوه. اهي شكلها باين ان هي حلوه، وشكلها باين ان هي كده بسيطه ولذيذه. فاستخدموا اي صوص كراميل، او اعملوا صوص الكراميل انتوا في البيت، واعملوا بقى الكيكه الرفنطوعه دي، هتطلع معاكوا تحفه وطريه وهشه وخطيره. وفي الخلاط ضروري تضربوا السوائل كويس، بس دي اهم حاجه دايما كالعاده، دي اهم حاجه عندي. الحته اللي في النص بقى، عشان هتلاقوا ناس بتحب نص وناس بتحب الطرف، بصوا على النص يا جماعه على حلاوتها، فظيعه. واو، يلا ويك اند بقى اعملوها النهارده. انا مش هقطعها كلها، انا هقطع بس 3 قطع كده. كيك المتكرمله بعد ما خرجت من الفرن، بس طبعا مستحيل تعرفوا تقطعوها دلوقتي، سيبوها بقى تهدى خالص خالص، ولما تتقطع هتبقى بالشكل وباللون اللي انتوا شايفينه ده.